انا اليوم انا وغسان جينا العرس ديال ماريا وكاديم باش نقول لهم مبروك الزواج، الله يكمل بالخير امين يا رب. اللهم امين. تكونوا فرحانين باش كتمناو ان شاء الله. فرحنا اليوم بزاف، وتا هما كانوا جاو عندنا العرس ديالنا وفرحوا بينا وجينا باش نفرحوا بهم. وهادشي مزيان ديال الزواج ما بين لبنان والمغرب، توطيد العلاقات العربيه، وبغينا الامه كامله تولي بحالك ان شاء الله. الله يكمل بالخير امين. كننصحوهم بعد الزواج بالثبات حيت كيبداو يدخلوا شي عناصر. انا كنظن ان ماريا وكاديم زعما ما يحتاجوش شي واحد ينصحهم، ديجا هما كوبل غزال تبارك الله عليهم. كنشوف متبعه ماريا عزيزه عليا بزاف، وزادت عزادت عندي بزاف فاش جات العرس ديالي. وبغيت نقول واحد الحاجه، انني حضرت لها في الخطبه ديالها قبل ما نتخطب انا وغسان، وهي حضرت العرس ديالي وانا جيت حضرت ليها في العرس ديالها، دونك ما يحتاجوش. هما تيبانو فاهمين بزاف من شحال هادي. لا بلاش بلا ما تعلم الطيب. حتى ليلى ما كطيبش، كتعلم فيا. داكشي كيجي مع الوقت. نعم قلت طيبتي لي المعده ديالي ماكلت زنقه. وي شويه كنت دابا بدات كطيب. لا صافا صافا دابا شويه ولات مزيانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.